شو بكي يا سوسو؟ أنا تعرضت للتعنيف. يا دلي، وتعرضت للتعنيف وبعدك ساكتة يا سوسو؟ إيه، ليش شو فيني أعمل يا نجول؟ اتحركي، عطردي، ارفع الصوت، انضربي، بس ما تضلك ساكتة يا سوسو. لا دخيلك يا نجول، لا بخاف، بخاف من الجرسة. لك أي جرسة يا سوسو؟ حكي العالم يا نجول، الناس ما بترحم. وما ترحم الناس، المهم نقول الله يرحمك يا سوسو. دخيلك نجول إجا جوزي، دخيلك ما تحكي شي قدامه. ليش؟ خايفي عنفك هالمتوحش قدامي يا سوسو؟ مرحبا نجول، كيفك مرتي؟ يام بكي شي سوسو؟ ولي معقول قلتها معوحك؟ ولي بتضربها وبتعنفها بتجي بالآخر بتقلها بكي شي يا سوسو؟ يام أنا صار لي لقيتها إن مش جاي على البيت. شو؟ لكن منو اللي معنفك يا سوسو؟ هو انا ما خصني. كذاب انت ويا عنفتوها. انا اعوذ بالله ما مديت ايدي عليا. ولا انا كان دوري انت دفشتها. لا كان دوري بالاول وانت ويا زعبرته، راح احلو عني يا. لكن امر اتنيناتكم دايما بتاكلوا لي دوري. يام نجول، قولك هودي رجال، ليش عنفوا سوسو؟ لأنه كل بيت عنده ديكو، بس هالبيت عنده صوصو. عم احكي صح يا إرقا؟ يا سوسو. يام